نشرت الفنانة اللبنانية شيرين عبد النور فيديو إلها من دون مكياج. بينت شيرين مثل العادة حلوة، وكان واضح إنها بتهتم كتير بنضارة بشرتها، وعلق المتابعين وأكدوا على جمال شيرين مع وبدون مكياج، خصوصا إنها من أجمل الممثلات على الساحة الفنية. من ناحية تانية، عم تحصد شيرين نجاح كبير عن دورة بمسلسل هيب الحصاد مع الممثل السوري تيم حسن اللي عم ينعرض برمضان. انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للممثلة السورية شكران مرتجى هي وغيبة عن الوعي، وبين حدا حكيم كأنها موجودة بالمستشفى، وانصدم جمهورها بالصورة صاروا يسألوا عنها، فردت عليهم وطمنتهم وقالت انها منيحة وما صار لشي وانه الصورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد. انتقدت الفنانة اللبنانية مايا دياب برنامج لبناني من دون ما تسميه، وكتبت على صفحتها الخاصة: في برنامج لبناني برمضان هدفه يبهدل الفنان وتاريخه، الانهبال مسموح لهالدرجة؟ هل مسموح استهبال المشاهد؟ شو الهدف؟ عيب. وصار الجمهور يتساءل عن اسم البرنامج اللي قصدته مايا، أما هي ما ذكرت اسمه واكتفت بتعليقها. تعرض الممثل محمد رمضان لانتقادات كتيرة لأنه في مشهد معين عم يتكرر على طول بمسلسلاته، بيلعب فيهم دور شاب فقير بيطلب إيد حبيبته الغنية وبيرفض بيها وبينصحه أنه ما يفكر بالموضوع. المشهد الأول كان بمسلسل زلزال لما طلب محمد حربي اللي بيلعب دوره هو إيد أمل بنت رجل الأعمال اللي تمسخر عليه، أما المشهد الثاني كان بمسلسل الأسطورة لما كان عم بيلعب دور ناصر التسوقي اللي طلب إيد تمارا بس كمان بيا ما بيقبل بسبب الفرق الاجتماعي بيناتهم. كشفت الممثلة السورية ليليا الأطرش لموقع الفن إنها عم تجرب تحضر أكبر عدد من المسلسلات بشهر رمضان، وإنها حبت ثلاث مسلسلات سورية هن هوا أصفر وحرم لك ودقيقة صمت، وكمان انعجبت بالمسلسل العربي المشترك الهيب الحصاد. من جهة تانية نفيت ليليا إنه رح ترجع تشارك بمسلسل باب الحارة، وإنها مبسوطة بالتعليقات الإيجابية يلي عم توصل لها عن دورها بحرم لك. اعترفت كلوي كارداشيان انها عملت عملية تجميل لمنخارة بمقابلة من بعد ما قالت انها عملت تغيير بوجهها، ودغري لاحظ الجمهور انه منخار كلوي تغير كتير وشددوا انها ما كانت بحاجة لعملية تجميل خصوصا انها كانت حلوة على طبيعتها. وكانت كلوي عبرت قبل سنتين عن رغبتها انه تعمل عملية لمنخارة وانها عم تفكر كتير بالموضوع بس كانت خايفة قبل ما تتشجع وتقرر تغير شكلها. لتعرفوا كل الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.